للحديث أكثر عن تداعيات فيروس كورونا على العالم ومحاولات إيجاد علاج له، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول استشاري الأمراض الباطنية والمناعة الدكتور عاطف زكي. دكتور عاطف، بداية مرحبا بك. العديد من دول العالم تتجه الآن لرفع تدريجي لإجراءات الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكذلك تداعياته. هل نحن الآن بصدد هذه المرحلة، يعني مرحلة انحسار هذا الفيروس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الموضوع مش يعني احنا لو الإجراءات اللي هي ستنفذ هنخففها ولا مش هنخففها، ده دليل انحسار الوباء ولا لسه موجود. ده مش هو يعني اللي بيتقال دلوقتي. هما فعلا قالوا الحظر اللي موجود او نزول الناس لاعمالهم وكده، الموضوع مش هيفرق جامد قوي يعني. ده اللي قصدينه من نزول تخفيف الاجراءات يعني. الصين الآن اتجهت أيضا إلى موضوع تخفيف الإجراءات، ولكن مع ذلك هي أيضا مستمرة بعمليات الكشف عن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. من خلال نظرتكم دكتور إلى الصين وإلى الإجراءات الصينية بهذا الاتجاه، هل ترى أنها متجهة فعلا إلى انحسار فيروس كورونا، أم أنها متجهة إلى موضوع يعني تكثيف البحث عن مصابين؟ هو الموضوع بتاع الصين يعني غير مفسر. هل فعلا هم حصروا المرض بطريقة سليمة ولا لا؟ هل انقضاء يعني قلة أعداد المصابين هناك قالوا بصورة كبيرة نتيجة فعلا الإجراءات اللي هم خدوها؟ كل ده ما هو إلا اجتهادات. هل فعلا هيحصل انتشار للوباء تاني بصورة مختلفة؟ ده اللي لسه مش عارفينه يعني. احنا كله في انتظار ماذا سوف يحدث بعد. من الدولة التي اخذت على عاتقها يعني الكشف عن عقار جديد يمكن ان يقاوم فيروس كورونا؟ يعني الانباء تتحدث عن بريطانيا. والله الأدوية اللي هي يعني اللي بتكتشف دلوقتي أو اللي بيستعملوها هي طبعا معروفة من زمان وحاجة مش جديدة، بس إحنا عندنا قاعدة إن يعني لما ما فيش أي علاج أو لقاح يظهر بتلك السرعة يكون إفكتيف ويكون مؤثر جامد. الأدوية لازم بتمر بمراحل سريرية ومراحل علاجية مختلفة مدروسة، وبعد كده ممكن نقول فعلا ممكن يبقى مؤثر ولا مش مؤثر. بس اللي أنا شايفه إن الدول دلوقتي كلها بتتصارع عشان تنال الطبق في العلاج وفي صدور الدواء. وطبعا ممكن يكون التصارع ده مش هيبقى في مصلحة الدواء العلاج. وبعدين في ممكن نقول هل هم عاوزين يطلعوا علاج ولا يطلعوا لقاح؟ العلاج شيء واللقاح شيء تاني خالص. هل الأمر متعلق بالسياسة الدولية هذا الأمر؟ طبعا احتمال. جميع الأدوية، جميع الدول اللي عاوزة تاخد السبق في تبقى تاخد الصدارة في اللي هي اللي اكتشفت الدواء هي الشركات الأدوية. طبعا دي شركات الأدوية ده لها سيستم تاني خالص يعني، لها دي تجارة معروفة وتجارة رابحة جدا يعني. يعني مفيش دواء بيطلع كده بهذه السرعة وبهذه الصورة يعني الغير عقلانية، ان ممكن انا اكتشفت النهاردة الدواء طيب احنا استعملناه قبل كده، جربناه، مر بالمراحل بتاعته الاربع، مرة المراحل السريرية، مراحل على الحيوانات، وبعد كده ممكن يطلع يتجرب. ده كفاية التصنيع بتاع الدواء بيبقى له دراسات على اساس